تؤكد شرطة البحرين يوما بعد يوم أنها ماضية في مسيرة العطاء والإخلاص في الوقت الذي أصبح فيه التميز في الأداء سمة رئيسية في كافة الخدمات الأمنية المقدمة على مدار الساعة، كما تحرص شرطة البحرين في أداء واجباتها على أن تبقى الشراكة المجتمعية فكرا ونهجا ثابتا في كافة مجالات العمل الأمني. تمثل الشراكة المجتمعية نهجا ثابتا في مسيرة العمل الأمني، وهو ما يتحقق من خلال التواصل الفاعل مع كافة فئات المجتمع ودراسة احتياجاتهم الأمنية والعمل على تقديم خدمات أمنية متقدمة تتسم بالدقة والإنجاز. من هذا المنطلق تعمل شرطة خدمة المجتمع على تعزيز تواجدها في كافة المواقع، كما تعددت وتنوعت المجالات التي يتم من خلالها تفعيل الشراكة مع المجتمع، ومن بينها معالجة القضايا الأسرية عبر مكاتب متخصصة بمديريات الشرطة. تعتبر شرطة خدمة المجتمع هي حلقة الوصل ما بين الأجهزة الأمنية والمجتمع. طبعاً إحنا بدورنا كشرطة مجتمع نحل القضايا الأسرية والاجتماعية ذات الطابع الأسري والاجتماعي التي يمكن احنا نحلها بحل ودي وبسرية تامة، لأن هي تكون في بداية المشكلة، ويتم متابعة الحالات التي تحتاج حق متابعة حتى بعد حل المشكلة أو حتى بعد نحن حل القضية نفسها، يتم متابعتها بشكل مستمر. دور نحن أيضا اللي هي الوقاية من الجريمة، يتم العمل على عمل بحوث ودراسات بخصوص القضايا المنتشرة ونسبتها تكون عالية وعن الظواهر السلبية المنتشرة عندنا في المجتمع، يتم عمل الدراسة لها ووضع الحلول لها ومعرفة أسباب الأسباب اللي أدت إلى انتشار هذه القضايا. تقوم شرطة خدمة المجتمع في إسهامات كبيرة للحل والوقاية من الجريمة، كاتخاذ التدابير والإجراءات المسبقة في التواجد في الأماكن والساحات الحيوية كالشوارع النموذجية والمدارس وجميع الفعاليات بمختلف أنواعها، وأيضا التواصل مباشر مع الجمهور لخلق وتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية وكسر الحاجز ما بين الشرطة والمجتمع. تعزيز الشراكة المجتمعية يقوم أفراد شرطة خدمة المجتمع من ديكور وإناث بالمشاركة بالاحتفالات الوطنية والمناسبات الدينية في مملكة البحرين كالدوريات الراجلة، تنظيم الحركة أمام المدارس، واليوم نجد المؤسسات الحكومية والأهلية والمواطنين والمقيمين يتحدثون بلغة واحدة وهي نحن شركاء لأمن المجتمع. الشراكة المجتمعية ليست مجرد أقوال بل ممارسة وسلوك حضاري تستدعي تعاونا وتواصلا من المواطن، فالأمن الشامل غاية نبيلة وهو أساس التنمية ومحور التقدم.